السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم طلاب وطالبات تعليم عن بعد في لقاء الحي الثاني. ناخذ نظرة سريعة اللي أخذناه الأسبوع الماضي، اللي إحنا تعرفنا على عدة مواضيع، اللي منها تعرفنا على تعريف كلمة الإنترنت، نشأة الإنترنت، من أين جاءت اختصار الإنترنت. كذلك تعرفنا على عناصر الإنترنت، تعرفنا على الشبكة المحلية، الشبكة العالمية، تعرفنا على الإنترنت والتزاماته، مكونات الإنترنت. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا كذلك على مكونات الإنترنت، من ماذا يتكون، كذلك مواقع شبكات الإنترنت، مكونات مجتمع الإنترنت، تعرفنا شو هي عناوين مواقع في الإنترنت، تعرفنا على عنوان لموقع جامعة الإمام مثلا، من إيش بتكون العنوان جامعة الإمام. تعرفنا على الشبكة العنكبوتية العالمية، محرك البحث العالمي اللي هو سيرش إنجن. بعدين دخلنا على استخدامات الإنترنت، من إيش أن هناك 9 نقاط لاستخدامات الإنترنت، في عندنا فوائد البريد الإلكتروني تعرفنا عليه في لقائنا الحي اليوم، زي ما احنا خبرناك. ورايحين ناخذ جملة من العناوين، اللي أول شيء عنوان البريد الإلكتروني. زي ما بنعرف احنا العنوان البريد الإلكتروني إما بتكون من ياهو، @hotmail، @gmail، أو أي عنصر احنا نستخدمه. مثلا توفر بعض مواقع الإنترنت مثل ياهو، الهوتميل، خدمات الاشتراك المجاني، هو مجاني للاستخدام الالكتروني، ولكل مشترك في هذا الموقع عنوان بريد الكتروني، ممكن ايميل الكتروني. مثلا اي شخص لديه بريد الكتروني، مثلا اسمه او نيك نيم له، او مثلا هو العبارة اللي هو بيستخدمها يكون هو العنوان البريدي. ونقدر نفصله إلى جزئين، ممكن يتكون من الجزئين ينفصلين، يرمز له علامة الفصل بتفصل بين الاسم المستخدم وبين العنوان البريد الإلكتروني. مثلا بلال @ياهو، بلال @جيميل، بلال @هوتميل، احنا حسب استخدامنا نجزئه بين الاسم المستخدم مثلا اي احنا عنصر او بريد الكتروني بنستخدمه. استخدامات البريد الالكتروني تصل اولا، لازم نكون احنا مستخدمين الانترنت، وبدون الانترنت ما بنقدر ندخل للبريد الالكتروني، ولا رايحين نقدر نبعث بريد الكتروني لاي شخص اخر. ثم شغل برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك، واكتب عنوانك البريد الإلكتروني، إيميل أدرس. وعلى ما أعتقد يعني الآن في العصر الحالي ما في شخص إلا عنده بريد إلكتروني، ولا في معظم الطلاب ما عندهم مش بريد إلكتروني، في هناك بريد إلكتروني، وفي كذلك إله لكل شخص الرمز أو كلمة السر اللي هو بيستخدمها. بعدين احنا بعد ما ندخل على البريد الإلكتروني، الآن انتم بتخلصوا على البلاك بورد، البلاك بورد شريان، نعم صار يعني أساس الآن، ما في يعني الآن لو يعني جوالاتنا مش محتاج إلى بريد إلكتروني نعمل له باك أب، ما في الآن. ثم نضغط ساين إن وندخل للبريد الإلكتروني، فنيجي نفسره إن مثلا لو جينا على بريد إلكتروني مثلا زي ما هو موجود عندنا بالفيديوهات، خلينا نكتبه لكم .co/.uk، فهذا بريد إلكترون زي أنا ما كتبته لكم على هنا. سعيد من هذا بيكون اسم المشترك صح ولا لا؟ بعدين @yahoo.co هذا اسم المزود بالخدمة، UK نوع المقدم مثلا UK USA US UK SA رمز الدولة. فعندنا هناك عدة عناصر، فعندنا مثلا في عندنا هناك مربع اللي هو مثلا هذا المربع، إذا بتنزل عنه هنا مثلا هذا عندنا مثلا اختصارات لبعض من المصطلحات اللي احنا نزلناها لكم. كل رمز دولي لها رمز مختلف،
السعودية لها رمز، الأردن لها رمز، مصر لها رمز، بريطانيا لها رمز، أمريكا لها رمز، جنوب شرق آسيا، الدول كلها، كل دولة لها رمز. نعم، كل رمز مطالب فيه. لو يجي مثلا كوم، شو هي كوميرس اللي هي تجارية، اي دي يو تعليمية اديوكيشنال، اقول جوب جوفرمنت حكومي حكومية، نت نتورك شبكة، او ار جي اللي هي اورجنايزيشن منظمة او مؤسسة. عندنا هناك في عندنا ام اي ال اللي هو ميليتري اللي هو عسكري. واضح، احنا ارسلنا لكم اياها دول الاختصارات. الان نقدر نرجع ايش وندونه، في عندنا هناك اختصارات. لو جاء الرمز هذا يشير الى ماذا؟ مثلا لو جاء ام اي ال يشير الى انه عسكري، او ار جي الى منظمه او مؤسسه، نت الى شبكه، جوف حكومه، اي دي يو هي تعليمي. فاحنا كل رمز لازم نعرف لماذا يعيد هذا الرمز. ففي حالة تصفحك للإنترنت وتريد معرفة نوع هذه الصفحة، هل هي تجارية، تعليمية، عسكرية؟ والله هل الصوت واضح يا طلاب التعليم عن بعد؟ أرجو الإفادة. واضح واضح، ها يعني نعم واضح، أيوة واضح واضح، يعني كل واحد يشوف وين هي المشكلة. لأنه أنا عندي تذبذب صوت مرتفع جدا، وما في، ما لا يوجد عندي شرائح. أنا بتفرج على الفيديوهات وبكتب على ورقة وقلم، أنا قلم وورقة موجودات أمامي، وبكتب بشاهد الفيديوهات الموجودة على التعليم عن بعد، وبشاهد وبكتب لوحدي. نعم، بدك تفرق بيناتي. ما في مذكرة، أنا ما عندي مذكرة يا طلاب، صدقوني ما عندي مذكرة، ما عندي مذكرة ولا عندي الكتاب نفسه. بعدين المحادثة عبر الإنترنت، شو هي المحادثة عبر الإنترنت؟ الآن مش إحنا بنتحادث مع بعض شاتين؟ تلعب المحادثة عبر الإنترنت دور كبير في تبادل الحوار بين المستخدمين، حيث تتنوع البرمجيات المتاحة في هذا المجال. كما أن هناك ما يسمى بغرفة المحادثة اللي هي شات روم. لو جينا هون بيقول لنا الإشراف عليها المحادثة، صح ولا لا؟ هي شات روم. الآن أنا بقدر أتواصل معكم من خلال الشات روم، نكتب عن طريق الشات روم ونصل للمعلومة، وتسمح هذه الخدمة لمجموعة من الأشخاص إيش بتبادل الحوار والدردشة بالكتابة والصوت والصورة، وفي نفس الوقت وبشكل فوري. الآن بتحدث بنزل زميلنا بدر لينك، نقدر نفتحه احنا من خلال البريد، نقدر نحصل على كثير من المعلومات من خلال، لو تواصلتوا بين بعض ممكن في اشخاص بيكتبوا المذكرة لحالهم، بيقدر يعمل مذكرة لحاله. الرسائل الفورية اللي هي انسيرت مسج، اللي هي الرسائل الفورية. والله يا طلاب لا اعرف، اما ان شاء الله اذا شاهدتوا راح اخبركم. الرسائل الفورية تشبه الى حد كبير غرفة الشات اللي هي شات روم، إلا أنها تتميز بالخصوصية. هناك مثلا نعمل برايفسي شات روم، صح ولا لا؟ احنا لو اللي بيستخدموا الشات روم أو بيستخدموا في هناك برايفسي، بعمل إني خاصية أتحدث مع شخص آخر، وأنا بجيبه نفس شرح الدكتور. أنا كذلك ملتزم إني أجيبه. يا طلاب يا طلاب افهمونا، أنا ملزم بالفيديوهات الموجودة. كل كلمة، كل مصطلح، ترى يا طلاب كل مصطلح، كل كلمة، كل معنى، كل رمز مطالبين فيه، لأنه في الاختبار جبنا هناك مصطلحات وجبنا رموز بالإنجليزي. برايفسي، أنا بقدر غرفة خاصة لاختيار محادثة أو مجموعة من الأشخاص للتحدث معهم بشكل فردي أو جماعي، وتبادل الملفات والصور، وتوجد برامج متنوعة لهذا النوع من المحادثة مثل الـ MSN Messenger و
والياهو ماسنجر، كذلك الآن لو جينا على السوشيال ميديا نقدر نعمل رسائل خاصة ورسائل إيش؟ عادي فيديو، صح ولا لا؟ نقدر نعمل رسائل خاصة بيني وبين شخص معين، وبيني وبين مجموعة من الأشخاص. خطوات المحادثة وأرسال الرسالة الفورية للمحادثة. يا طلاب خلونا نكمل المقرر وبعدين آخر دقيقتين ثلاثة نفتح الحوار بيننا وبينكم. للمحادثة وإرسال رسائل فورية والاتصال بالإنترنت، ثم شغل برنامج المحادثة التي تستخدم وكتابة عنوان البريد الإلكتروني اللي هو ايميل ادرس، وبنضع كذلك كلمة السر في المربع المخصص له، وبنعمل ساين ان، فبندخل وبنقدر نتحدث. الآن زي الآن عندنا برمجي البلاك بورد، الآن بنقدر كل طالب يدخل على محاضرته من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر المتوفرة له. في عندنا أمر آخر اللي هو المؤتمرات المرئية، الفيديو كونفرنس. شو هي الفيديو كونفرنس؟ تستخدم وتعني استخدام حاسوب، كاميرات فيديو، مايكروفون للعمل للقاءات بين مجموعة من الأفراد وجها لوجه رغم تواجدهم بأماكن متباعدة، وذلك من خلال الإنترنت. لو جينا مثال على السكايبي، الكل بيعرف السكايبي صح ولا لا؟ بقدر أنا أعمل منه محادثة مرئية، بقدر أشبك فيه أكثر من شخص ونتحادث ونعمل لقاءات من خلال السكايبي. المؤتمرات المرئية قد تكون بسيطة عندما يستخدم المتحدثون أحد برامج الرسائل الفورية مثل الأمازون ماسنجر نت للميتينج، بحيث تتوفر لديه كاميرا الويب والميكروفون، صوت واضح يا طلاب، أرجو الإفادة. طيب كما يمكن أن تكون المؤتمرات أكثر تطورا فتزداد، إحنا أي كونفرنس لازم يكون هناك متصل بالإنترنت، وفي عندنا برمجيات وفي عندنا سوفتويرات جاهزة لهذا الأمر للعملية مثل السكايبي. أنا بقدر أتحدث من خلال السكايبي، وبقدر أعمل هناك فيديو كونفرنس، وبقدر أشارك مع جميع الطلاب. الآن في عندنا كذلك ان احنا الان اخذنا من نميز بين البابليك انترنت زي ما بعثنا لكم وبين الاكسترنال والانترنال. شو هو البابليك انترنت؟ قبل ما ندخل للبابليك انترنت بقول لك الان كل المؤسسات والمنظمات التعليميه والخاصه واي منظمه تستخدم التقنيات الثلاثه من الانترنت اللي هي البابليك انترنت وايش؟ والاكسترنال نت والانترنال نت. بابليك انترنت هي مرئية للعامة، أي أن أي شخص من أي مكان يمكن أن يتصفح، مثل مواقع الإيش؟ جامعة الإمام. مش جميع الطلاب بيقدروا يدخلوا على موقع جامعة الإمام، بس جامعة الإمام كمان شوي بدنا نعرف إنها كمان للمستخدمين الخاصين فيها. ممكن أن أتصفح هذا الموقع ويدخل إليه وتدار عن طريق قسم التسويق، وقد تحتوي على مجموعة من الصفحات والروابط يستطيع أي متصفح رؤيتها والدخول إليها لإعطاء معلومات وبيانات عن الموقع، ليعكس مدى اهتمام هذه المؤسسة بالعملاء. وكثير من شاهد إنه لما أدخل للموقع بيعطيني 6 أسئلة، راضي عن الموقع، يجب تحسين، عندك أي كومنت. احنا هاي لازم ناخذ بعين الاعتبار فيها وننظم الصفحة تبعتنا. الاكسترنال نت شو هو؟ تستخدم شبكة الاكسترنال نت لربط بين مجموعات الانترنت بين مثلا جامعة الامام كامل، وتلبي وتلعب عوامل التأمين مثل التشفير انكار بايتشن بايبي بتن وحوائط النار الفيرويل ودور كبير في تأميم الشبكات، حيث أنها تسمح بمشاركة المعلومات الحساسة باستخدام الإنترنت. وذلك فإن استخدام محدود ومقصور على بعض الموردين الموثوقين بهم وكبار العملاء باستخدام يوزر نيم وباسورد. احنا بنعطيهم صلاحية يقدروا يستخدموا الاكسترنال نت داخل المنظمة.
الآن لو جينا على جامعة الإمام نلاقي الواي فاي يوزر نيم والباسورد تبع الطالب، في عندنا جست واي فاي للجست لإيش؟ للي بيجوا من خارج الجامعة ممكن ينشئ حساب خاص به ويقدر يدخل على شبكة الإنترنت. تحية كالحاسبات البنكية بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون عليها، وتعتبر الإنترنت بالنسبة لبقية المتصفحين تعتبر إكسترنال نت، فهي تكون مرئية فقط للموردين وأصحاب الأعمال. تزود سلسلة الإدارات بالمعلومات تدار بواسطة قسم التسويق وهو الخدمات المعنية. أما الإنترنت الآن هي شبكة الاتصال المحلية، تخدم مؤسسة معنية ولكن تستخدم نفس تكنولوجيا الإنترنت من حيث التصفح الصفحات والبحث ونقل الملفات، ويعتبر استخدامها قاصرا فقط على مين؟ من هم بداخل المؤسسة أو المنظمة. أنا كمستخدم في جامعة الإمام مثلا بقدر فقط أستخدم جميع العناصر والأنظمة من خلال اليوزر نيم والباسورد تبعي، أي شخص من خارج المنظمة ما بيقدر يدخل لها أنظمة جامعة الإمام من داخل. لذلك تتطلب عوامل فعالة لمنع من هم شو هي اللي تدار من قبل الموارد البشرية. الإنترنت لها تقنية للمعلومات، في عندنا كل عمات تقنية المعلومات اللي بتدير هاي الأمور كلها. الموارد البشرية هي استقطاب الموظفين، بدك تميز بيناتها. وعوامل فعالة لمنع من هم من خارج المؤسسة بخلق هذه الشبكات، واحنا بنعرف انه في سكيورتي عالي لأي منظمة او اي شركة او منظمة حكومية او خاصة. الدخول الى المعلومات التي قد تنشرها هذه الشركة، واحنا كثير بندخل لا موقع جامعة الإمام، انا كمستخدم بلقى ملاحظات، بلقى كل يوم اشياء جديدة صح ولا لا، تكون محصورة فقط على الموظفين داخلها، يتسنى لهم بناء معلوماتهم على المعلومات التي أرسلت داخل هذا الموقع. ومنلاقي كل يوم تقريبا إيميل من الجامعة، إحنا من جامعة الإمام، هذا الإيميل بنوهنا وبنبهنا للمعلومات اللي إحنا منا نبني عليها كل يوم بيومه. لازم كل يوم بيومه إحنا نتابع إيميل الجامعة وموقع جامعة الإمام حتى نفهم شو هي العناصر اللي هي بتتم خلال اليوم. فتلبي من الممكن أن تكون هناك مواقع إلكترونية لناس إكسترنال نت، بينما هي لناس آخرين تعتبر إنترنت والعكس، فهي إذن داخل شبكة فقط للعاملين، تدار عادة عن طريق قسم كذلك الموارد البشرية. ولكن عندنا في جامعة الإمام تدار من خلال تقنية المعلومات، موارد البشرية أنا بعرف هي لاستقطاب الموظفين والمواطنين اللي بدهم يشتغلوا في الجامعة. أما في شبكات الإنترنت هاي النقطة أنا عندي غموض فيها. طيب، حاسب مركزي أو نظام حاسبات لا مركزية. نظام الحاسب المركزي أو نظام حاسب موزع لا مركزي، بدنا نتعرف عليهم هذول النقطتين. نظام الحاسب المركزي يتمثل بماذا؟ في وجود إدارة مركزية بها حاسب آلي واحد يقوم بأداء خدمات البيانات لكافة الأقسام المختلفة بالمنشأة. حاسب مركزي، احنا بنلاحظ انه هناك بقول لنا بالشركات الكبيرة العملاقة مثل مايكروسوفت وأبل، في عندنا الحاسب المركزي لكل المعلومات والبيانات بترجع لها باك اب بيعملوا له. وجود بحاسب آلي واحد يقوم بأداء خدمات البيانات لكافة أقسام مختلفة، فلا يمكن إضافة أي معلومة داخل الحاسبات الموجودة في الشركة إلا عن طريق الحاسب المركزي، وبالتالي لا يمكن هناك تضارب بين أي معلومات مدخلة، ولا يكون هناك ازدواجية في البيانات والمعلومات اللي احنا دخلناها. والنظام المركزي عادة يكون أدق من النظام اللامركزي. أما النظام اللامركزي أو الحاسوب الموزع اللامركزي، وهو النظام الذي تتوفر فيه مجموعة من الشروط. شو من الشروط؟ واحد، وجود أكثر من حاسب في موقع جغرافي مختلف داخل المنشأة. لو جينا الآن
لا اي منظمة من لا قديش فيها اجهزة كثير صح ولا لا؟ اجهزة كثير يتم ربط بين هذه الاجهزة باستخدام ايش؟ وسطات الكهرباء والالكترونيات وكذلك الانترنت، وبدون انترنت احنا نقدر نتواصل بين بعضنا؟ ما في. ثلاثة، تستخدم في خدمة منشأة واحدة أو شركة منتشرة جغرافيا في أماكن مختلفة. لو جينا الآن لجامعة الإمام، إلها قديش أفرع حول العالم؟ قديش إلها أفرع داخل المملكة العربية السعودية؟ إلها أكثر من فرع صح؟ هاي المنظمة بتخدم مناطق جغرافية مختلفة صح ولا لا؟ مزايا النظام الموزع، شو هي مزايا النظام الموزع؟ مننا لو جانا في الاختبار من مزايا النظام الموزع اللامركزي، عيوب النظام الموزع اللامركزي، بدنا نكون نميز بين المزايا وبين العيوب. المزايا تقليل تكلفة الاتصالات، زيادة المرونة وزيادة الحاسبات عند الحاجة. ثلاثة، زيادة الأمان وعدم فقدان البيانات وتقليل تعطل العمل بالكامل. أما عيوبه يعني انتم في الاختبار مثلا لو جينا مزايا او عيوب بدنا نميز بيناتهم. عيوب النظام الموزع اللامركزي، زيادة امكان تكرر البيانات. لو جينا على اجهزة المنظمة بنلاقي كل واحد عنده نفس البيانات نفس المعلومات. زيادة فرصة عدم التوحيد في البرامج والبيانات. ثلاثة، زيادة صعوبة الرقابة على نظام المعلومات والمشكلات المرتبطة بهذه الجزئية. ومن الممكن وجود حاسبات مركزية وحاسبات لا مركزية في نفس الشركة. ممكن هنا في جامعة الإمام نروح على تقنية المعلومات. أنا رحت وشاهدت، أنا من الناس اللي بحب أتابع التكنولوجيا والتطورات، رحت وجدت هناك فعلا في حاسب مركزي بلم وبجمع بين جميع الأنظمة وبتخزن وبيعملوا لنا باك اب لجميع المعلومات في تقنية المعلومة. بيكون هناك عندنا حاسبات مركزية وحاسبات لا مركزية في نفس الشركة في نفس المؤسسة. الآن بدنا ندخل، الآن عرفنا للبابليك والإنترنال والإكسترنال نت وتعرفنا عليهم، ولازم نعرف هناك المصطلح تبعها بالإنجليزي والعربي. أرجو منكم تتابعوا المصطلحات اللي بالإنجليزي، لأن أي مصطلح بالإنجليزي بيساعدكم في الاختبار، بيساعدكم في الحياة العملية المستقبلية إن شاء الله. طيب، الآن التجارة الإلكترونية، شو مفهوم التجارة الإلكترونية؟ إحنا لو جينا الآن تجارة إلكترونية ببيع وبشتري عن طريق الإنترنت، صح ولا لا؟ بيع وشراء عن طريق الإنترنت. وتبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات الكمبيوتر، شبكات الإنترنت باستخدام الحاسب الآلي أو باستخدام السمارت فون. أنا بعرفها بطريقة أخرى صح ولا لا؟ أنت أنا بقول إنها عملية بيع وشراء وتبادل المنتجات والخدمات والإنترنت والمعلومات عن طريق شبكات الإنترنت و الكمبيوتر او اللابتوب او السمارت فون. طبعا الانترنت كل شخص، احنا بنعرف انه تعريف الانترنت او التجارة الالكترونية ممكن كل شخص يعرفها بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة وسهلة له. احنا من زي ما حكينا الاسبوع الماضي انه مثلا التاجر بعرفه شكل، المواطن بعرف شكل، صاحب العلاقة صاحب التخصص بعرفه شكل صح ولا لا؟ كل تعريف بتضمن حسب التخصص او حسب المجال اللي هو بيستخدمه. بعدين بيقول لنا وتعرف التجارة الإلكترونية يختلف من شخص إلى آخر، يعني احنا كذلك التعريف بيختلف من شخص إلى شخص حسب تخصصه او حسب شو هو فكرته او الفكرة اللي بناها من خلال المجتمع تبعه شو هي التجارة الإلكترونية. طيب، علم الاتصالات، شوفوا علم الاتصالات يعرف التجارة الإلكترونية
بأنها وسيلة من أجل إيصال المعلومات أو الخدمات أو منتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر شبكات الكمبيوتر أو عبر وسيلة تقنية. هذا تعريف علم الاتصال. أما تعريف من جهة نظرة الأعمال التجارية عرفونا هي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وصريعة، وكيفية الوصول إلى هذه المعلومات قبل العمليات التنافسية أو قبل المنافسين من الشركات الأخرى. والآن بيقول لنا التجارة الإلكترونية في عام 2000 و2003 و2004 و5 و6 كانت ميزة استراتيجية. الآن هل التجارة الإلكترونية أصبحت ميزة استراتيجية تنافسية؟ اللي بعرف الجواب يجاوب، وبعدين نحكي لكم. بعدين في حين أن أصحاب الخدمات تعرف التجارة الإلكترونية بأنها أداة من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء فيه، خفض تكلفة الخدمة ورفع من كفاءتها والعمل على تسريع إيصال هذه الخدمة. هذا بالنسبة لأصحاب الخدمة. طيب بدنا نقول لكم إنها الآن في الوقت الحالي التجارة الإلكترونية اللي هي المواقع اللي إحنا بنستخدم فيها كانت زمان فعلا ميزة استراتيجية وتنافسية. الآن أعطوني شركة مع إنتاج موقع لها أو مع إنتاج أبليكيشن، فالآن تحولت من ميزة استراتيجية لميزة عادية. كل الشركات الآن نفس الميزة، بطلت تصير عندنا ميزة استراتيجية. ميزة استراتيجية أنا بدي أتميز عن شركات أخرى بأوبشن معين. فالآن التجارة الإلكترونية أو المواقع هاي اللي إحنا بنشتري فيها أو الأبليكيشن صارت ميزة لجميع المؤسسات، اختلفت من ميزة استراتيجية لميزة طبيعية عادية. فأجى عالم الإنترنت عرف لنا التجارة الإلكترونية بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الإنترنت. فلاحظنا أنه هناك كل تخصص بيقدر يعرف لنا الإنترنت بالطريقة اللي هو بشوفها مناسبة. ولو سألناك ويا 93 طالب الآن المتواجدين عبر التطبيق، تطبيق البلاك بوك، مش كل بلقى انه هناك في عندنا 93 تعريف مختلف، ولكن كلهم بصب ضمن الايش التجارة الالكترونية. كل شخص بيقدر يعرفه حسب فهمه للتجارة الالكترونية. الآن عندنا هيكلة التجارة الإلكترونية. كثير من الناس بيقول لنا أو بيحكوا لنا بيظن بأن التجارة الإلكترونية هي مجرد الحصول على موقع إنترنت، ولكنها أكبر من ذلك بكثير. هنالك الكثير من التطبيقات التجارية الإلكترونية مثل البنوك. في بنك ما لهوش تطبيق الآن؟ أعطوني بنك ما له تطبيق إلكتروني ونقدر نحول ونقدر نشوف حسابنا. ما في. والتسوق في المجتمعات في الجمعيات التجارية الموجودة على الإنترنت وشراء الأسهم والبحث عن العمل والقيام بالمزادات والتعاون مع بقية الأفراد في عمل بحث دائم من أجل تنفيذ هذه التطبيقات تستلزم الحصول على معلومات داعمة وأنظمة بنية تحتية حتى نقوم بالهيكلة التجارية. لو الآن جينا لموقع إيباي، قديش هذا الموقع بيقوم ببيع وشراء؟ الجزء من الثاني قديش بنلاقي فيه أشخاص؟ على ما أعتقد الجميع بيعرف هذا الموقع الإيباي. لو الآن سألناكم عن هذا الموقع قديش بدخلوا ناس أشخاص، قديش بتصير مزادات مزاودات كثير الآن بالملايين، بقول لك ملايين من الأشخاص بيقدروا يدخلوا ويخرجوا، وكثير من المنتجات هاي اسمها تجارة إلكترونية. بقول لنا التجارة تطبيقات التجارة الإلكترونية مدعومة بالبنية التحتية، ويستلزم عليها 4 محاور رئيسية مهمة. عندنا انترنت وعندنا مواقع وما عندناش ناس،
حتى يستخدم هاي المواقع، بتزبط؟ وناس اشخاص بيستخدموا، اثنين السياسة العامة اللي بين قوسين متعارف عليها بين المستخدمين لهذه الشركة، بأن زمن التكنولوجيا، احنا بزمن يعني هذا المقرر سهل، اسهل مقرر، يعني مقرر من حياتك اليومية العملية سهل جدا، بس احنا شوية نركز فيه. السياسات مش احنا بنلاقي كل موقع له سياسات خاصة فيه؟ لو جينا على موقع حراج مش لما نسجل بيقول لك في سياسات؟ ثلاثة، المعايير والبروتوكولات التقنية، مدى جودة هذا المعيار. أربعة، شركات أخرى، وجود مواقع لبعض المؤسسات سواء تعليمية سواء تجارية، أي مؤسسة لها موقع الآن على شبكات الإنترنت، وذلك لكي يتسنى المستخدمون الاتصال عبر شبكات الإنترنت، والشبكات تبيع سياسات معنية من خلال البروتوكولات التقنية المعينة. أقسام تطبيقات التجارة الإلكترونية قسمونا إياها إلى 3 أقسام. أقسام تطبيقات التجارة الإلكترونية قسمونا إياها، اللي أول شيء شراء وبيع المنتجات والخدمات، وهو ما يسمى بالسوق الإلكتروني. اثنين، تسهيل وتيسير تدفق المعلومات والاتصالات، إذا ما في عندنا إنترنت نقدر نشتري ونبيع. والتعاون ما بين الشركات وبين الأجزاء المختلفة للشركة الواحدة. ثلاثة، توفير خدمات العملاء، وبنلاحظ إنه كثير إحنا بهمنا خدمة العملاء. طيب لو جانا في الاختبار مثلا، هو عبارة عن محل للتعاملات والعلاقات من أجل تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات والأموال، وعندما تكون هيئة السوق الإلكتروني فإن مركز التجارة ليس بنية أو ما شابهها. شو بكون تعريفها بالإنجليزي؟ وجدت هاي العبارة، شو بدنا نعرفها بالإنجليزي؟ بدنا نعرفها إلكترونيك كوميرس، اللي هي الأسواق الإلكترونية أو الكوميرس إلكترون. لا ممكن يجيك المصطلح بالإنجليزي يا طالبنا، بدك تجاوب. قلنا لكم أي مصطلح من الآن تكتب قلم ورقة، وكل مصطلح بمر علينا، كل اختصار رايح يمر علينا في الاختبار كثير منهم. قلنا هو عبارة عن محل التعامل. كله ما في يا عبير، ما في اي مصطلح ترى بالانجليزي. انا من الناس المصطلحات الرئيسية للمقرر لازم يكون كل طالب عارفها، لانه هاي اساس الحياة. لان الان لو جينا على التجارة الالكترونية مصطلحات عامة كل شخص بيعرفها. الآن لو جينا، في شخص بيعرف ايش التجارة الإلكترونية الإي كوميرس؟ صعب. طيب بل هو بيقول لنا محل شبكة يحتوي على التعاملات التجارية المشاركة في الأسواق الإلكترونية من باع، مثل الآن موقع إيباي، قديش بنلاقي فيه سماسرة، قديش بنلاقي فيه ناس، قديش في عندنا الناس بتدخل هذا السوق وبتخرج من هذا السوق في الثاني، صح ولا لا؟ في هناك كثير من التعاملات اللي احنا بنقدر نستخدمها من خلال السوق الالكتروني. بعدين عندنا انظمة المعلومات بين المؤسسات والسوق التجاري، شو هي هاي؟ بظلنا تركز على تبادل وتدفق المعلومات ما بين منظمتين او اكثر. عندنا اكثر من منظمة تتدفق بيناتهم المعلومات والبيانات بغرض، غرضها الأساسي هو تخليص المعاملات بصورة فعالة كأرسال الحوالات المالية والفواتير والكمبيالات عبر الشبكات الإنترنت. لأن لو وجه زميل أو أخوك مثلا في بيدرس في أمريكا، كيف بدنا نحول له فلوس؟ مش بنحول له عن طريق مثلا انجاز، او عن طريق من بنك لبنك؟ لو جينا قبل 15 20 سنة كيف بقينا نحول له فلوس؟
كان نبحث عن شخص مسافر على أمريكا ونعطيه فلوس ويأخذ طن معه. الآن صارت الآن عملية سهلة، صح ولا لا؟ الآن ب5 دقائق بتروح على البنك بتقول له أنا بدي أحول مبلغ خاص، أو على إنجاز بدي أحول المبلغ خاطئ على أمريكا للشخص الفلاني، مش واخذ بياناته ومعلوماته وبحولهم. وهذه الأنظمة، فإن كل العلاقات بين الطرفين المعنية اتفاقات عليها مسبقة، فلا توجد مفاوضات أخرى، ولكن بمجرد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا. بيقولنا أنظمة المعلومات بين المؤسسات، شو هي أنظمة؟ والله يا إيمان ما في هناك أي مصطلح أي تعريف مطالبة فيه. دورك تدرس من الآن، دورك الآن من الآن من الأسبوع الماضي نذاكر، اضع المصطلحات كلهن عندك على ورقة، وحاولي ابدي في الدراسة من الآن. أنظمة المعلومات بين المؤسسات اللي قسمونا إياهن إلى 4 أنظمة: المجال، أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات وهو نظام يربط بين عدة جهات تجارية وأغلبها ما تشمل الشركة ما أو مزودها ومستهلكها. 2، من خلال أنظمة المعلومات بين المؤسسات تستطيع البائع والمشترين تنظيم وترتيب المعاملات التجارية الروتينية. 3، مش فاهم، تركز عليها. الله بيساعد الجميع إن شاء الله. وبدون دراسة ترى، بدون ما ندرس كل يوم بيومه، ترى بتراكم عليك المعلومات وبتتراكم المقررات، وإيش بالنهاية ما بنستطيع نلحق حالنا. فمن البداية أرجو أنكم تذاكروا. 3، يتم تبادل المعلومات من خلال شبكة الاتصال تم تهيئتها بصورة مناسبة لكي لا يتم استخدام الهواتف والوثائق الورقية والاتصالات التجارية. أنا لأنه أعتقد عند آخر واحدة، فإن أنظمة المعلومات بين المؤسسات كانت تتم من خلال شبكات الإنترنت خاصة، ولكن الاتجاه الآن هو استخدام الإنترنت لهذه الغاية. والآن المؤسسات كلها بتتبادل معلومات، والآن إحنا في عصر، وكثير بنسمع إنه ذكاء الأعمال، صح ولا لا؟ الآن ذكاء الأعمال، قديش نسمع عن ذكاء الأعمال، بيانات الأعمال، بيانات المؤسسات قديش حجمها. فالآن عندنا أنا المعتمد لدي الفيديوهات، زي ما احنا اتفاقية بيننا وبين عمال التعليم عن بعد، في عندنا فيديوهات، هذا المتفق بيننا وبينهم. إن شاء الله بنعطيك الكويز، أعطونا شوي وقت، إحنا الآن مضغوطين في قسم إدارة الأعمال، شوي مضغوطين لكي ناخذ الاعتماد الأكاديمي. إن شاء الله هذا الأسبوع آخر أسبوع، وبعدين إن شاء الله بنفضلكم وبنعطيكم كويزات وبنعطيكم أسئلة عن طريق المنتدى، والجميع يشارك ويتحرك. شوي مضغوطين الفترة هاي، يعني في بعض الأحيان بعض الأيام إحنا بنغادر الكلية الساعة 11 و12 ليلا، ككاتب تعليمي معنا رئيس القسم من الساعة 12. إن شاء الله بعد الأسبوع هذا بيكون عندنا وقت فراغ، وإن شاء الله ما أنا المعتمد لدي الفيديوهات. يا طلاب يا طلاب يا طلاب افهمونا، المعتمد لدي أنا، في عندي فيديوهات لازم أنا أعتمد زي ما هم معتمدوها. الله يكون بعونكم وتذاكروا من الآن. في عندنا أنواع أنظمة المعلومات، شو هي أنواع أنظمة المعلومات؟ عندنا التبادل الإلكتروني للبيانات اللي هي الإلكترونيك داتا انتر تشينج، اللي هي اختصارها اي دي اي، تبادل المعلومات. هو اول ايش؟ هو اول ما ظهر في العملية التبادلية ويرمز لها. لو رجع اي دي اي معناه نعرف الكترونيك داتا انتر تشينج، يوفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر شبكات القيمة المضافة اللي هي value added network،
الشبكات الإضافية اللي هي external والتي توفر اتصالات الشركات للشركات بصورة آمنة عبر الإنترنت، والمقصود هنا في الاكسترنال نت أنها محصورة بين شركتين فقط، فهي بالنسبة لهم هي الإنترنت، وبالنسبة للغير اكسترنال نت. 3، التحول الإلكتروني للأموال، وإحنا بنعرف مثل البنوك اللي هي Electronic Fund Transfer. ومين بيعرف ايش مصطلح ترانسفير؟ مين بيعرف ايش مصطلح فند او الكتروني؟ 4، استمارات الالكترونية. 5، التواصل المتكامل اللي هي عملية ارسال الايميلات والوثائق والفاكس عبر نظام موحد لارسال الالكترونيات. عندنا 6، قواعد البيانات المتقاسمة. لو جينا لقواعد البيانات بنلاقي هناك كتب ومقررات تدرس في قواعد البيانات، أن المعلومات المخزنة في قواعد البيانات تكون قابلة ليش؟ للمعاينة من قبل جميع الأطراف المشاركين في التجارة. وإحنا كل المؤسسات وكل الأنظمة وكل الأمور قائمة على قواعد البيانات ترى يا طلاب، كل شيء قائم الآن على قواعد البيانات. بياناتنا كلها وين موجودة؟ في قواعد البيانات لإرسال واستقبال إذن. تمكن البيانات مفتوحة للجميع. عندنا المقاييس تجي عبر الطاقة. في عندنا 7، سلاسل التزويد، إدارة سلاسل التزويد اللي يرمز إلها برمز الشو SCM Supply Chain Management، وهو التعاون ما بين الشركة المزودة والمستهلكين في مجال التنبؤ بالطلب وإدارة قائمة الجذب وإنهاء الطلبات التجارية، وهو التعامل الذي يؤدي إلى خفض البضاعة المخزونة إلى تسريع عملية الشحن وإلى السماح بتصنيع الآلي. وإحنا كثير نسمع لو جانا المصطلح هذا إدارة سلسلة التزويد، مصطلح شو هو؟ SOM. SOM خطأ ترى يا لولو، SCM اللي هي Supply Chain Management. فعندنا آخر شيء اللي احنا رايحين ندرس الفرق ما بين التجارة الإلكترونية البحتة والتجارة الإلكترونية الجزيئية. شو الفرق بيناتهم؟ انتبه احنا في الاختبار الآن بنخطأ وبنصلح لكم، بتخطوا وبنقول لكم، غد في الاختبار ما في خطأ، صح ولا لا؟ الغلطة بدرجات، الغلطة بتودينا اما بتنجحنا او ايش ترسلنا. فانتبهوا للي احنا بنحكي فيه. يقول لنا تنقسم التجارة الى بحتة ولا تجارة جزئية. هناك عدة اشكال للتجارة الالكترونية. يقول لنا اعتماد على درجة تقنية المنتج وعلى تقنية العملية وعلى تقنية الوسيط أو الوكيل. فأي سلعة إما أن تكون ملموسة أو رقمية، أي وكيل إما أن يكون ملموس أو رقمي، وأي عملية ما تكون ملموسة أو رقمية. وبناء على ذلك لدينا 3 أشكال محتويات اللي قسمونا إياهن إلى 3 أصناف: تجارة تقليدية بحتة، تجارة إلكترونية بحتة، والتجارة الإلكترونية جزئية. واضح؟ قديش قسمونا لو جاء غد في الاختبار ما الفروقات بين التجارة الإلكترونية، أو قسمونا التجارة الإلكترونية إلى 3 أقسام: بحتة، تجارة تقليدية بحتة، تجارة إلكترونية بحتة، تجارة إلكترونية جزئية، وشو الفرق بيناتهم؟ لازم انت يا طالب الان تميز لي بيناتهم. قلنا عندما يكون الوكيل ملموس والسلعة ملموسة والعملية ملموسة، فان نوع التجارة سيكون التجارة التقليدية البحتة. سلعة بين يدي ملموسة شايفة بين العناصر بتكون تقليدية البحتة. وعندما يكون الوكيل رقمي والعملة رقمية، فإن نوع التجارة إلكتروني بحت. يعني التجارة الإلكترونية زي الأبليكيشن الآن، التطبيق سوق دوت كوم،
تجارة إلكترونية بحتها، لأنه العنصر الرقمي، الدفع رقمي، العملية كلها رقمية. وانطلق من هنا، من هذا المزيج، التجارة الإلكترونية الجزيئية. شو هي التجارة الجزيئية الإلكترونية؟ نقول لنا هون مثل الآن أمازون اشترينا كتاب، الكتاب هذا مش بدكم ترسلوه لنا، فإن نوع التجارة هو التجارة الإلكترونية الجزئية، لأن الشركة سترسل إلي كتاب عبر الإنترنت، إما بيكون PDF أو بيكون هارد كوبي، بودون الكتاب إيش؟ كتاب للبريد الإلكتروني تبع. ولكن إذا اشتريت برمجية من موقع أمازون، فإن هذه التجارة هو التجارة الإلكترونية البحتة، لأن الشركة سترسل إن شو لتراك النمبر، السيريال نمبر تبع الإيش البرنامج فقط. وأنا بقدر أنزل برنامج إلكترونية بس أحط السيريال نمبر، بيصير هنا تجارة إلكترونية بحتة. أما لما يرسلوا لي المنتج مثل الكتاب، الآن اختلفت. مجال التجارة الإلكترونية واسع، فعملية شراء علبة كوكا كولا، لو بقول لنا مثال شراء علبة كوكا كولا من جهاز الموجود عندنا في الشركات، مش احنا بنشتري من الماكينة. اللي هي ترى خيال، في عندنا على ما اعتقد، حسب ما شفت الخيال هذا اللي بتحكوا عنه، على ما اعتقد لشريحة للفيديو رقم 10. بعد الفيديو رقم 10 هناك في عندنا اوبشن اخر، هناك عندنا دكتور ثاني اللي هو عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن ادريس، له شرائح اخرى. فانتبهوا يا طلاب، فانتبهوا. انا طلعت على مجمل الشرائح وبتفرج عليهم ترى، وبسمعهم وبشاهد، انا بشاهد الفيديوهات وبعرف شو فيها وبدون كل شيء. فكيف انت يا طالب الان في مجال التجارة، جينا اشترينا علبة الايش الكوكا كولا من هالماكينة الذكية هاي، شلون بيكون عندنا نوع من التجارة؟ شو نوع التجارة هون؟ هل هو جزئي، بحتي، تقليدي؟ جزئي جزئي جزئي، صح، تجارة جزئية، لأن أنا بقوم بجزء والماكينة، أنا بقوم بإيش بالشراء إلكتروني وبيوفروا لي المنتج إيش جاهز، بأخذ علبة البيبس. الآن مش الآن صارت تجارة جزئية، نصها إلكتروني ونصها ملموس. بقول لنا كذلك مثال آخر، قد تكون العملية التجارية إلكترونية جزئية، أي أن العميل يستطيع تصفح المنتج عن طريق الإنترنت لنقل جهاز كهربائي، نفترض القيام بعملية الدفع عن طريق الشبكات الانترنت اللي هي اي تي ام. مش احنا كلنا امين محوش بطاقة اي تي ام الان؟ ما في الان، مش ان كله بنشتري عن طريق الشبكة حتى الان، ويا اللي صارت سهلوا لنا العملية نحطها، ويا اللي صح ولا لا؟ مش كذلك اي تي ام عادية صار ويا اللي كمان، اي ظلنا. ولكن عملية التوصيل لا تتم الا تقليديا، فلا يمكن ارسال المنتج عبر الشبكة الا عن طريق سلاسل التوريد والوكيل الرقمي والسلعة الرقمية والعملية الرقمية. هم بتكون بحتة في حال ان احد هذه الاجزاء تحول من كون رقمي الى كون ملموس، تكون هذه التجارة جزئية بدلا من ان تكون تجارة رقمية. فالان عرفنا شو الفرق بيناتهم. جهاز صراف الآلي الآن مش إلكتروني، صح ولا لا؟ إلكتروني ولكن ملموس، جزء إلكتروني وجزء إيش رقم ملموس. أما العملية كاملة إلكترونية، والوكيل إلكتروني رقمي، والسلعة رقمية، والعملة رقمية، هنا بصير عندنا إيه الآن؟ تجارة إلكترونية بحتة. الآن ميزنا بيناتهم الثلاثة. أي استفسار الآن يا طلاب؟ اللي بده يسأل بيقدر يسأل الآن. الآن المجال
الآن زي ما حكينا لكم إن شاء الله خلال الأسبوع هذا إن شاء الله أعطونا مهلة يومين، وإن شاء الله بننزلكم على المنتدى أسئلة وأرجو إنكم تجاوبوا عليها. إن شاء الله رايحين إحنا من خلال المحاضرة هاي سألناكم كم من سؤال، حاولوا إنكم دائما تتبعوا معنا وشو الأسئلة اللي سألناكم إياها يعني. حاولوا كمان تدرسوهم، واضح؟ وإن شاء الله بننزلكم إن شاء الله. حاولوا إنكم تدرسوا إن شاء الله خلال الأسبوع هذا. رايح أنزل كم من الأسئلة اللي هي مالتيبل تشويس، وأرجو إنكم كلها تشارك فيها عن طريق المنتدى. تجارة إلكترونية بحتة، العملة رقمية، والسلعة رقمية، والوكيل رقمي، كله رقمي. أي جزء منها ملموس بيكون تغيرت من تجارة إلكترونية بحتة إلى تجارة جزيئية ملموسة أو ملموسة اللي هي التقليد أو تجارة تقليدية. التجارة التقليدية بتروح على السوبر ماركت ونشتري، صح ولا لا؟ تجارة إلكترونية بحتة كلها عناصرها بتكون رقمية، تجارة إلكترونية جزئية بتكون نصها رقمي ونصها استلام. أي استفسار في نهاية لقائنا الحي؟ كل شيء بالإنجليزي يا طلاب أرجوكم تدرسوه، واضح؟ مش رايح أقول لكم لا تدرسوهوش، كل مصطلح بالإنجليزي كله اختصار أرجوكم تذاكروه. بالتوفيق لجميع الطلاب، وإن شاء الله في لقائنا الحي القادم اللي هو يوم الأحد القادم رايحين نبعث لكم شو هي الجملة أو المواضيع اللي رايحين ندرسها. بالإضافة إن شاء الله خلال يوم أو غد، بعد غد من هون ليوم الأربعاء، رايح نضع جملة جميع شوية من الأسئلة اللي هي رايح تساعدكم في الاختبارات، وتعرفوا الطريقة والنمط اللي رايح تيجي فيها في الاختبار الفاينل النهائي. وبالتوفيق لجميع الطلاب، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.